السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا عما بعد. Dear students, this is standard 3rd Arabic book. Today we are going to start our first lecture for book number 2. الكتاب الثاني والدفتر للصف الثالث. سورة البلد مكية آياتها 20 ركوعها 1 Repeat after me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. Dear students, please repeat this surah again and again.